على سبيل كسرة الروتين أبيك تكسر روتين مشاعرك بالوقت الحالي. أبيك بس تركز معاي، خلنا نروح مكان أنا معاكم، وأرجوك أرجوك أرجوك لا تسمعني بأذونك، مالك شغل بالمنطق، مالك شغل بالواقع، مالك شغل إش كثر أنا حالم أو واقعي أو عايش بكوكب ثاني. أبيك تسمعني بقلبك وتقول لي قلبك حق أي شعور وداك. إذا فقدت السيطرة على ما هو موجود بين يديك اليوم، ارجع بالذكرى لأقوى لحظة كنت فيها، اليوم اللي انت حسيت فيه بأن قلبك قاعد يعيش أجمل شكل ممكن. كنت عارف التصرف مع الحالة والوضع بذكاء، كنت قادر بأن انت تسيطر على كل شيء حوالينك، كنت قادر انك تخلي اللي يحبك يحبك زود، واللي يهتم فيك يهتم فيك زود، وكنت قادر تبعد أي إنسان ما له أي داعي في حياتك بعيد عنك. أبيك تتذكر هذه اللحظة عدل، وتتذكر قوتك، وتذكر من هاللحظة لغاية اليوم إش كثر تغيرت، إش كثر نضجت. أمس كنت أقول بأن الدنيا أحياناً تحطنا بمواقف إحنا ما نعرف شنو سببها، ولكن بعد ما نمر بالتجربة وبالموقف كامل نكتشف السبب. ويقولون إذا عرف السبب بطل العجب، وأنت العجب فعلياً. أنا لا أزال متعجب ليش لغاية اليوم ما حد قدر يستثنيك من قلبي، ليش لغاية اليوم ما حد قدر ينسيني إياك. حاولت وغلاتك، حاولت بدل المرة ثنتين وثلاث وأربع ولا شيء مشى. أرجع لنقطة البداية، أرجع لأحلى شكل أنا كنت عايش في قصة حبي، أكتشف أنه يمك أنت مو موجود، أنت ما استمريت، أنت انتهيت في لحظة من اللحظات، خلصت، خلص كل العطاء اللي عندك، كل الحب اللي فيك، خلاص. للأسف الشديد بأن أنا معاك اثنيننا قررنا نكتب تاريخ انتهاء صلاحية لقلوبنا إنهم يكونون قرب بعض. رحت ورحت، دارت الدنيا معاك ودارت أكثر علي. أنت أتمنى أنك تكون بخير، ما أدري، أتمنى أن قلبك بخير صج، أدري على الأقل بشيء واحد، قلبك ما يردك للذكرى اللي أنا أرجع لها، قلبك ما يردك لليلة ديسمبر 7 ديسمبر، وخل السنة بيني وبينك. الأغنية كانت موجودة والمطر كان مالي المكان، سمعنا واندمجنا وابتسمنا واثنيننا رددنا. إذا في يوم من الأيام عشنا هالتجربة لا قدر الله، فخلنا نكون بهالرقي. أعترف لك، قلت ووفيت، وعدت وكنت قد وعدك، ابتعدنا وصرت قد الكلمة اللي قلتها في ذاك اليوم. ما كان فيك شيء مميز، ما كان فيك شيء مميز والله، غيرك عطاني أحلى، سوالي أجمل، عشت معاه مواقف ولا 1% كنت أقدر أعيشها معك. إيش معنى أنت؟ ليش أرجع لك أنت؟ ليش كلهم يتقارنون مع بعض وأنت لا؟ ما أدري. كنت أردد بأن أفضل حب يمر في حياتك هو مو الأول، هو الأفضل، هو اللي يعطيك أكثر، هو اللي تحس فيه بمعنى الحب. بس هم اللي على أول ما لا تالي، أساسي وين؟ حبيت وين؟ جربت وين؟ اشتقت لأول مرة وين؟ كتبت لأول مرة وين؟ سمعت الأغنية بروحي لأول مرة وين؟ مو معاهم، هما معاهم. وفي أي تجربة عقبك كنت أحاول أحسن من أخطائي عشان ما أطيح بنفس الخطأ. وأقول لك شيء، يا ريتني طحت بنفس الخطأ إذا بيكون بهالجمال بهالرقي. رحت ورحت، دارت الدنيا وايد ومعاك، ودارت الدنيا أكثر، لكن علي لازلت أقارن، لازلت سر ما أقدر أبوح فيه ولا أقدر أعترف فيه. ونواجهوني قالوا لي ليه الحين تحبها، أقول لا لا لا، أنتوا تبالغون، أنتوا تبون تشوفوني كذي، عيال شنو سر حبك حق عبد المجيد؟ أحبه، صوت قلبي يغني اللي بقلبي. لا، والبداية وين؟ الأغنية الأولى وين؟ وهو السر ما كانت بالأغنية الأولى، وهو السر كان بأحلى أغنية سمعتها مع منو. وشنو كان الموقف؟ في 7 ديسمبر بالليلة الماطرة ذيك قلت لك أوعدك لو مهما دارت الدنيا راح أذكر هاللحظة ما حييت، لو حبيت أحسن،
لو مشيت بدرب غير عنك، لو رحت بعيد وانت بعيد، راح اظل اذكر هالليله. 7/12 والسنه بيني وبينك، ونفس الجمله انقالت، وكاني كنت اعلم وسوي روحي ما اعلم. اليوم اللي يقول لي تحبه، أقول بس اللي يجمعني معاه بأنه هو أحلى حب وأحلى عشرة. فما تهون ذيك الأيام، وأنا قلبي اتجاهك أصيل جدا، موسيقتي اتجاهك مجيدية جدا. معقول من يوم الفراق لغاية اليوم عبد المجيد كأنه يغنينا؟ معقول في كل موقف ولحظة وصدفة عقبها بساعات قليلة عبد المجيد منزل أغنية؟ ماكو شيء يصير صدفة، تذكر؟ عموما أتمنى أن عشتوا القصة وياي بكل جمال، لأنها صدق أحلى قصة، أحلى حب، وأحلى